ماذا يحدث؟ في حين أن العالم كله لا يزال يعاني من التقلبات المناخية المتزايدة، في أمريكا الشمالية بدأ مرض غامض يؤثر بشكل كبير في الطيور. ابتداء من إبريل بدأ الناس في العثور على الطيور الميتة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكل شهر كان هناك المزيد والمزيد منها. وهذا لم يمر دون أن يلاحظه أحد من علماء الطيور الذين بعد دراسة بقايا الطيور قالوا إن السمة المميزة للمصابين هي تورم العينين والمشكلات العصبية التي يفقدون توازنهم بسببها. يقول مدير ومؤسس مركز إنقاذ الحيوانات ويلد لايف سيتي في واشنطن العاصمة جيم مونسما إنه في البداية لم يلقي هو وزملاؤه أي أهمية على هذا، ولكن بعد تتبع الإحصاءات أدركوا أنهم يتعاملون مع شيء خطير حقا. وفقا لبياناتهم انتشر المرض بسرعة على بعد 1000 كيلومتر من واشنطن. تم تأكيد هذه المعلومات بعد ذلك بقليل في تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. في البداية كان من المفترض أن السبب هو ما يسمى بفيروس غرب النيل، وهو في الواقع حمى تؤدي إلى تطور مرض عصبي ثم الموت، والذي ينتقل عن طريق البعوض. ولكن الاختبارات الأولية التي أجرها مدير عيادة ويلد لايف شيريل تشوليجيان أظهرت أن هذا الفيروس لا علاقة له بهذا. الخبراء لديهم نظرية أخرى، حيث يربطون المرض مع حشرات الزيزان الدورية من نسل إكس التي ظهرت في نهاية إبريل في نفس الوقت الذي بدأ الناس يلاحظون الطيور الميتة. ولكن علماء الطيور أعلنوا بالإجماع أن هذا لا يزال مجرد افتراض، واستمرار البحث هو أمر في غاية الأهمية، لأنه إذا كان هذا نوع آخر من إنفلونزا الطيور فستكون حياة الناس في خطر. يقول مونسما: نحن نفقد عددا من الطيور بمعدل ينذر بالخطر، بما في ذلك الزرزور الأوروبي والقيق الأزرق وغيرها. نحو ثلث أنواع الطيور في أمريكا آخذة في الانخفاض بسرعة، وديناميكية مماثلة بدأت تلاحظ في البقية. ولتقليل خطر انتشار المرض، أبلغ جيم وفريقه السكان بالحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات وإزالة مغذيات الطيور أو حمامات الطيور من مناطقهم، وهذا سوف يساعد على إبقاء الطيور المصابة بعيدا عن حيواناتهم الأليفة التي يمكن بعد ذلك أن تنقل الفيروس إلى البشر. بعض السكان قام بالفعل بالتخلص من مغذيات، في حين أن البعض الآخر قد ذهب بعيدا وعلق هياكل عظمية للطيور من أجل تخويف الطيور التي تأتي بانتظام لزيارتهم. ووفقا للسلطات، إذا كنت لا ترغب في تغيير أي شيء من مغذيات وحمامات الطيور، يجب غسلها كل يوم بمحلول تبييض بنسبة 10%. ومع ذلك لا يعد علماء الفيروسات مثل هذه التدابير كافية. حتى مع انخفاض انتشار العدوى لا يظهر في الأفق نهاية للمشكلة بعد. والآن، هل تعتقد أن كوكبنا يموت ببطء؟ وأنه من المخيف أن نفترض ماذا سيحدث بعد ذلك؟ أخبرني برأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. إلى اللقاء بفيديو جديد.